لأن لا يوجد أنية منفصلة إلا لله بس، وكل ما سوى الله فأنيته مستمدة من غيره. فهمت؟ ملوش أنية منفصلة، مش كده برضه؟ فالكل بالله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في آخر الوجه 53، تعليقا على فرضية الصلاة في المعراج في مقام قاب قوسين أو أدنى، وأسرار هذه الصلاة، وهي هذه العبادة التي هي أكثر عبادة يعبد الإنسان بها ربه إلى أن يموت. الوضوء والصلاة أكثر عبادة بتتكرر، هي الوضوء والصلاة، قد تكون متكررها أكثر من أكلك وشربك وأكثر من نومك وأكثر من كل عادة وأي شيء. فالصلاة هي أكثر عبادة بتلقى بها ربك، وأكثر نشاط بتعمله في مدة دنيتك هي الصلاة، وأنواعها كتير وتتكرر كثيرا. والمسلم تلاقيه باستمرار مشغول، يا بيتوضأ يا بيغتسل يا بيصلي، واخد بالك؟ لكن بيشتغل ممكن ياخد له أيام أجازات، لكن مفيش أجازات من الصلاة، وممكن يجي له أيام ما ياكلش إلا وجبة واحدة في اليوم لما يجي يصوم ولا بتاع، ممكن يعيا ويقعد له 3 أيام ما ياكلش عشان المرض، لكن الصلاة ما فيهاش إجازة. فتلاقي الصلاة بتتكرر حتى أكثر من أكل وشرب، وأكثر من لبسك، وأكثر من كل نشاطك في حياتك. وبالتالي الصلاة لها سر كبير، ولا يضيعها إلا ضائع، ولا يحافظ عليها إلا تقي. وقفنا عند قوله ليه بقى الفاتحة اللي احنا بنكررها في كل ركعة في الصلاة لها أسماء كتيرة؟ لكثرة أسرارها، كلما تعددت الأسماء دل على أسرار فيها، لأن كل اسم يدل على سر من أسرار. فبيقول تسميتها بالقرآن العظيم من ضمن أسمائها القرآن العظيم، فلوجوه. الأول أن فيها التعظيم من وجهين، تعظيم الرب وتعظيم لمنزلة العبد. فأما تعظيم الرب فلما فيها من الحمد والثناء والتعظيم والتحميد له عز وجل، وهو أهل لذلك. وأما تعظيم منزلة العبد فلما نال بتلاوتها من كثرة الأجر ورفع المنزلة عند الرب، لأن ربنا نسبك له، قال إيه؟ هذا لي ولعبدي ما سأل. شوف النسبة دي، نقول لعبدي، يعني أي بقى إيه عظمة نالت العبد نسبته إلى مولاه. الثاني أنها دلت مع قلة آياتها على ما تقدم من تلك الكنوز ومعاني الكتاب العزيز كله، على ما تقدم بيان. الثالث أن الله عز وجل قد أعد لقارئها من الخير والنعمة ما لا يكيف بمقتضى الحديث المتقدم، لأنه إذا كان الله عز وجل يثني على عبده فأي نعمة وخير أعظم من ذلك؟ وقد نص عز وجل على ذلك على لسان نبيه عليه السلام حين يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول عز وجل: أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا ربنا وما هو أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني
فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والله عز وجل إذا أثنى على العبد فقد رضي عنه، ولا أفضل من ذلك بمقتضى الحديث، فاستحقت أن تكون عظيمة لأجل ذلك. الرابع أنه ليس في القرآن سورة أقوى في الرجاء منه بسبب ما تضمنه قوله عز وجل: ولعبدي ما سأل. فمن أعطي الإعانة والهداية إلى الصراط المستقيم بإخبار الشارع عليه السلام والخبر لا يدخله نسخ، فحقيق أن يكون عظيما. عشان كده كنا هنروح نزور كتير واحنا شباب كده، نزور الأولية، كنا نيجي نقول ادعي لي يا عم الشيخ الفتح، فتقول له اي ابويا مريض ادعي لي الفتح، مش عارف، واحد تاني يقول له انا عايز اتجوز الفتح، واحد تاني يقول له انا داخل امتحان الفتح، كلها الفتح، هي الفتح فيها كل حاجه، يعني ما يدعيش الا بالفتح، فهمت؟ لاي لكل الاغراض، فهمت؟ لان الاولياء عرفوا الاسرار اللي فيه، فهمت؟ الخامس ان ما فيها من الحمد لله والصفات بتعظيم الله عز وجل، وما فيها من طلب الهدايه والاستعانه ومنة الله تعالى بذلك على عبده دال على تعظيم الرب عز وجل، فكان نصفها تعظيم بالنص وبقيها تعظيم بالضمن، لأن من عطاء من عطائه هذا، لأن من عطاؤه، أيوة من دي اسم موصول بقى، لأن من عطاؤه هذا القدر مع استغنائه عن المعطي له، عن المعطى له وعن غيره، دال على تعظيمه، فاستحق ذلك الاسم لأجل هذا المعنى. ثم نرجع الآن نبين لمن هذا الخير كله من العبيد، أعني ما تضمنته السورة من الخير العظيم الذي أشرنا إليه، وما تضمنه قوله عز وجل: ولعبدي ما سأل. هل هو على العموم أو على الخصوص؟ وظاهره العموم ومعناه الخصوص، بدليل، لأنه خد بالك لعبدي، فكل الخلق عباد لله، فشكلها كده عامة، لكن هي مخصوص للعبد المؤمن بس، فهمت؟ بس يعني هو في ظاهره العموم ويراد به الخصوص. ما هو كتير كده في القرآن تلاقي أشياء ظاهرها العموم ولا يراد به العموم، يراد به الخصوص، زي هنا. فظاهره العموم ومعناه الخصوص، بدليل أنه لو كان ما تقدم لكل مصل ما دخل أحد من المصلين النار، وقد صح أنهم يدخلونها لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، ولقوله عليه السلام: الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ولقوله عليه السلام: إن النار تأكل ابن آدم كله إلا موضع السجود. خد بالك إن نار التنقية غير نار العذاب للكفار، نار التنقية اللي هي النار اللي يدخلها عصاة المؤمنين دي، غير النار اللي يدخلها فرعون وهامان وأبو لهب والكفار دول، فهمت؟ دي نار ودي نار. النار اللي يدخلها الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودنا غيرها، فهمت بقى ازاي؟ فكل حاجة فيها بتتبدل، كل حاجة تتبدل عشان يذوق العذاب ويستمر معاه. إنما نار المؤمنين العصاة أول ما يدخل يتحرق ويموت، ويبقى بس مواضع السجود لا يمتلسها النار، ويفضل كده لحد ما إيه يأتي الشفاعة فربنا يخرجه ويدخله الجنة. فهمت بقى إزاي؟ يبقى نار المؤمنين غير نار الكفار، خد بالك، دي نار ودي نار مختلفة. قل من نبه على هذا. تملي الوهابية أول ما يجوا آيات النار يقعد يقراها ويعيد ويزيد ويعيط كأنه هيدخل النار، ده أنت مؤمن. النار دي بتاعت هامان، وأنت بتعيط على هامان وفرعون؟ بتعيط على مين يعني؟ فهمت؟ لأنه مش فاهم، هو فاهم إن النار دي حاجة واحدة. فخايف لحسن يدخل كده، لا يا سيدي، أنت لو دخلت حتى النار لعصاة المؤمنين غير النار دي. دي نار ودي نار. فهمت؟ النار بتاعت عصاة المؤمنين دي أعلى طبقة في النار، لكن التانيين بقى دركات تحت، وآخر ما يطلع آخر واحد من النار من المؤمنين، النار دي هتبقى فاضية تقوم تفنى،
فهمت بقى؟ لأن النار وقودها الناس، فإذا خرج الوقود منها نفد نفد، فهمت إزاي؟ عشان كده من قال بفناء النار قصد النار، نار التنقية، ومن قال ببقاء النار قصد نار العذاب، والاتنين صح، فهمت؟ لأن في ناس يقول لك خطأوا اللي قالوا بفناء النار، وقالوا لابد تبقى النار بقية، يا سيدي ما هو الاتنين صح، بس ده بيتكلم على نار غير النار، فهمت؟ النار اللي هي الطبقة السطحية خالص دي لما يخرج منها آخر واحد، أبلد واحد في المؤمنين، فهمت إزاي؟ أبلد واحد في الفصل، لو المؤمنين ده فصل كده، أبلد واحد في المؤمنين اللي هو آخر واحد هيدخل من النار دي، وآخر واحد يدخل الجنة، فهمت بقى؟ لما يخرج أبلد واحد ده اللي إحنا عارفين قصته، والنبي إيه حكى لنا قصته، حتى ضحك لدرجة بنت إيه بدت نواجذه لما بيقول له أتسخر مني وأنت الملك؟ فاكرين أنت الحديث ده؟ يعني حتى ما زال من بلدته مش عارف يخاطب ربه، وربه عايز له كرامه برضه مش عارف يخاطب ربه، لأنه مؤمن بليد في الإيمان، لكن ربنا متجاوز عنه خلاص، يوم يقبلها منه، فهمت؟ ساعتها بقى النار دي إيه؟ تفنى، وإيه؟ ويبقى مكانها إيه؟ جرجير، يعني خضرة، بعض العلماء قال لك هيزرع مكانها جرجير، هو يقصد خضرة يعني، مش الجرجير اللي أنت بتاكله مع الجبنة ده، يعني هيبقى حاجة خضرة كده، عشان كده بيقول لك شوف بقى النار دي بتعمل إيه؟ إنها تاكل من ابن آدم، كل إن النار تأكل ابن آدم كله إلا موضع السجود، ويكسر ابن آدم هنا يعني المؤمن العاصي مش الكافر، خدت بالك؟ فدل بمجموع ذلك أن بعض المصلين يدخلون النار، لأن طالما عنده مواضع سجود يبقى دليل إن في بعض الناس اللي بتصلي هتدخل النار، فهمت إزاي؟ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فدل ذلك على أن اللفظ المتقدم والخير والخبر على الخصوص لا على العموم، وإذا كان على الخصوص فنحتاج أن نبين صفة هذا العبد الذي يطلق عليه اسم الخصوص، اللي هو بيقول إيه ولعبدي ما سأل، فنقول قد بينه عز وجل في كتابه حيث قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فصاحب هذه الصفة له الخيرات المذكورة كلها وغيرها، وعلامته اتباع الكتاب والسنة، لقوله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه يعني إيه؟ يعني نصروه وقووه ووقروه، فهمت إزاي؟ وعظموه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه والقرآن والسنة أولئك هم المفلحون، وضده ليس له فيها نصيب، لقوله عليه الصلاة والسلام لم تزده من الله إلا بعدا، يعني صلاته التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لا تزده من الله إلا إيه؟ بعدا، درجة إن في ناس بتتلف الصلاة في خرقة قديمة ويترمي في وشه مش عايزها منك، شفت قد إيه؟ إحنا قرينا الأحاديث دي، خد بالك، لأن الصلاة لا تقبل إلا مع الأدب، والأدب إنك تبقى متواضع بتحب الخير للناس، قلبك فيه رحمة، بتقضي النهار في ذكر الله، بتتصدق، بتسامح الناس، بتحب الخير للآخرين، ما فيش في قلبك غل ولا حقد ولا حسد، فهمت إزاي؟ فهو ده بقى اللي ربنا بيقبل منه صلاته. وبقي الثالث وهو المتوسط، وهو الذي شاب عمله، يدخل في عموم قوله عز وجل في كتابه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولهذا الصنف كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين
طلبت منه الوصية فقال عليه السلام: صلي صلاة مودع. يعني إيه؟ يعني تتصور إن دي آخر صلاة هتصليها. إحنا بنشوف ناس بيصلي وينام تيجي تقومه تلاقيه مات. مش بتحصل الحكاية دي، وهو نايم صحيح ما عندوش أي مرض، وسن غير متوقع إنه يموت فيه أصلا. كل شوية بنسمع القصص دي، شاب مات نام وصحوا له شاب وصبي وشيخ وكل الأعمار وست وراجل وكله، يعني فهمت إزاي؟ وبالتالي تصور في كل صلاة بتصليها إن دي آخر صلاة، وإن النومة اللي هتنامها دي آخر نومة. خليك باستمرار متذكر إن النوم أقرب إليك من شراك نعلك. أدي معنى صلي صلاة مودة. مرة كان بيصلي جنبي راجل كده نوبي لطيف كده في مسجد ما عرفوش، فالراجل إيه الإمام بيقول: صلي صلاة مودع. الله أكبر. فالراجل قال: نويت صلاة مودع. الله أكبر. راجل لطيف جدا، ما هو بينفذ التعليمات الراجل، هو مش فاهم يعني ايه مودع يعني. فلطيفة يعني من اللطائف. كل ما اقرا الحديث ده افتكر الراجل ده. يلا معلش. ها ها ايوه ربنا يكرم. في ناس كتير بيموتوا في الصلاه وهم ساجدين. حسن الخواتيم: صلي صلاه مودع، لان الخصوص لمتقدم الذكر في كل حال هم حاضرون باينون، والمخلط هو الذي يحض على الحضور والاقلاع عما كان بسبيله، والاقبال بكليته على مولاه وقوة الرجاء في فضله، لأن المودع ببدنه مع أهله وكليته حيث هو متوجه، فلذلك ندبه الشارع عليه السلام لعل أن تحصل له هذه الصفة هنا، فيوافق قول الملائكة في الصدق والإخلاص، فينال المغفرة بمتضمن الوعد الجميل لقوله عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه، جعلنا الله ممن من عليه بالمغفرة وأسبابه، وألحقنا بالخواص من عباده بلا محنة. فلأجل ما احتوت علي هذه العبادة مما أشرنا إليه، الصلاة يعني مما أشرنا إليه، خصت بالفرض هناك والله أعلم. ثم نرجع الآن إلى استنباط الأحكام من لفظ الحديث على ما قررناه أولا، اللي هو بقية حديث الإيه؟ الإسراء والمعراج. الوجه 55، هو مش كان بيتكلم في 53؟ مش كان حقه يقول الرابع؟ ها؟ ايه؟ طيب ما هو ما زلنا في 54 اللي هو فين؟ صفحة كام؟ والله؟ ايوه 54، يعني احنا كل شغالين ده في 54. تمام. نيجي بقى في الوجه 55، فيه دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وعلو منزلته عند ربه عز وجل، إذ أنه فرضت عليه الصلاة في موضع لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد جاء في رواية أخرى أن جبريل عليه السلام لما أن وصل معه إلى مقامه الخاص به قال له: يا محمد، هذا مقامي لا أتعداه، ها أنت وربك. فزج عليه السلام في النور زجة واخترق من الحجب ما شاء الله تعالى، وانتهى حيث أريد منه، وهذه مزية لم تكن لغيري من المخلوقين. خد بالك إن في حضرة قرب القرب محتاجش دليل، إنما في حضرة الأكوان كان دليله سيدنا جبريل. أول ما وصل لقرب القرب فهو دليل الأدلة بقى، النبي مش محتاج دليل بقى، فاهم؟ ده هو يبقى دليل جبريل في الحضرة دي، فاهم؟ لكن في الأكوان أو سيدنا جبريل بياخده ويقول له: تعالى يا محمد، ده فلان وده فلان وإيه، ويشرح له. لكن في المقام ده بقى النبي دليله ربه مباشرة، ده دليل إيه؟ إن روحانيته مخلوقة قبل جبريل، وأنها وطئت هذه الأماكن قبل خلق كل إيه؟ كل الملائكة، فده موطنه الأصل. فتصور انت وصلت بيتك بقى محتاج حد دليل يقول لك، هو وصل لبيته بقى حضرته، فهمت؟ صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثالث والخمسون. وعشان كده شوف قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما قالش إن الله يسلم على النبي، لأن السلام للغائب ثم حضر، لكن النبي حضر على طول مع مولاه. فهمت يا أستاذ؟ النبي حاضر على طول. ولما قال له السلام عليك أيها النبي في اللحظة دي، حتى النبي خدها وادانا احنا السلام، قال السلام علينا وعلى بدل الصالح، راح مدخلنا معه كمان عشان تحق فيه قاسم والله يعطي. فهمت؟ الوجه الثالث والخمسون، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متيقظا في ليلته تلك، ولم يكن بين النائم واليقظان كما أخبر به أولا، لأن الصلاة قد فرضت عليه هناك، ولم يتعبد الله عز وجل هذه الأمة بالمرائي، أعني إذا وقعت الرؤيا لغير النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما إن كانت من نبي فيتعين التعبد بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، إذ أنهم معصومون في المنام كعصمتهم في اليقظة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يوحى إليه في النوم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه كان بين النائم واليقظان، يعني بداية الإسراء والمعراج كان بين النائم واليقظان، لكن بعد كده تم اليقظة، ليبين الحالة التي كان عليه السلام فيها حين أتته الملائكة، لا أنه بقي كذلك حين الإسراء به، يشهد لذلك إنكار المشركين عليه صلى الله عليه وسلم وطلبهم منه صفة بيت المقدس حين أخبرهم بأنه سار إليه. فلو كان إخباره عليه السلام بأنه رأى رؤيا يعني منامية لم يقع منهم الإنكار لما أخبرهم به، ولا كان يكون له فيه معجزة، أن سائر الناس يكون نائما ببلد وسره يقول في بلد آخر. فلما أن وقع من المشركين الإنكار وطلبوه بالدليل على ما ادعاه، أجابهم عليه السلام عما سألوا عنه بغير زيادة ولا نقصان، وقال للمؤمنين إنه رفع إلي بيت المقدس، فكنت حين يسألوني عنه أنظر إلى البيت وأقول لهم، لأنه عليه السلام لم يكن مضيه إلى البيت لنظر جزئيات فيه، وإنما كان لوجه ما كما أخبر به، ثم سأله المشركون عن جزئيات لم يكن عليه السلام التفت إليها، فرفع إليه حتى عاين كل ما يسأل عنه وأجاب، وأجاب به. ورفع البيت إليه يحتمل، ورفع البيت إليه يحتمل وجوها، وهي مثل الوجوه التي تقدمت في البيت المعمور. لأن أنت شوف إديك، أنت رحت عملت عمرة كذا مرة، فبتقدر تقول لي إيه هي جميع أبواب الحرم؟ كم باب؟ ما تعرفش، لأن احنا رحناها كتير جدا. لأن لما تروح أنت مش همك تعد الأبواب ولا تعد الشبابيك، دي مش شغلتي، أنا همي إن أنا أطوف حوالين الكعبة، وإن أنا أصلي وأعمل عمرة وأسعى بين الصفا والمروة وأقعد أقرأ قرآن، ده همي، مش همي إن أشوف النجفة في كم نجفة وفي كم مش عارف عمود. دي ده علشان كده أسألت المشركين للنبي إن يوصف لهم جدران المسجد وشبابيك المسجد وأبواب المسجد، دليل إن هم إيه يعني غير ناضجين في العقل وغير ناضجين في، لكن بالرغم من كده ربنا برضو ايه اراد ان هو يرفع شأن النبي، رفع له المسجد الاقصى كده مك، يعني كزي مكت كده، ولا يسموه ايه مكت، او يسموه مكت، ده اللي مكت ده المهندسين يعمل لك لاي مشروع مكت كده، يعني مصغر علشان ايه صورة للكبير، فكأن ربنا رفع له كده مكت المسجد الاقصى، وبيقول لهم ده فيه شباك من الناحية البحرية وشباك الشرقية، لحد ما هبتوا وسكتوا وبرضه كفروا. ما هو ربنا بيقول ولجئتهم بكل آية لا يؤمنون. لكن هي غباوة معهودة عند كل مشرك. أسئلة فيها غباوة غريبة. الوجه 57 فيه دليل على أن الله عز وجل إذا أراد ظهور الحق جعل من خلقه من يعانده ويريد إخماده حتى يكون ذلك سببا لظهوره. لما ربنا يريد إظهار حقيقة يجيب لك معاند، يقوم العلماء يجيبوا الأدلة على عنده، يقوم يظهر الحق أكثر. زي كده برضو لما جم الوهابية أثاروا قضايا كثيرة متعلقة بالألوهيات ومتعلقة بالتوسل ومتعلقة بسوء الظن في المسلمين، والعلماء تباروا في تأليف الأدلة على دحض هذه الشبهات، فزاد الحق لمعانا وبريقا بالمذهب الوهابي،
زاد الحق الا معنى وبلوغ. فهمت بقى ازاي؟ فلما ربنا يريد اظهار الحق ايه، يقوم يعد له معاند، عشان المعاند ده يقوم يخلي العلماء يجيبوا الشبهات يردوا عليه. فهمت؟ فدي من رحمه ربنا. رب ذره نافعه. يعني المذهب الوهابي ده هو ده السبب اللي خلاني اتعمق في امور الدين. انا اصلا دكتور وكنت في كليه الطب وعايز اعيش جراح وبخلص، مش عايز غير كده، ولا عمري فكرت احفظ القران اصلا ولا اتعلم امور دين. يعني داخل كليه الطب وكنت طالع الاول على الدفعه كمان، واخد بقى في سنه اولى وتاني الدفعه في سنه تانيه، وماشي بقى عايز ابقى دكتور دكتور بقى. وبعدين احتكيت بيهم لقيتهم بيعملوا لنا شبهات على غير الدين اللي نعرفه. احنا الدين اللي نعرفه ان النبي ده كل حاجه حبيبنا، واخد بالك، هو ده اللي نعرفه، واخد بالك، وان احنا نصلي في مساجد آل البيت دي عادي، هو ده الدين اللي نعرفه، اتربينا كده. فوجئنا في الكليه بس انا الناس يقول لنا لا، ده اللي بيزور سيدنا الحسين ده مشرك، ده اللي مش عارف يعمل ايه بقى ايه، ولا يجوز شد الرحال لزياره القبر الشريف، ولازم تنوي زياره المسجد مش زياره القبر، وربنا فوق كده ويشاوره بالايد، حاجات غريبه الشكل. انا فوجئت بهذا وانا في الكليه، فرحت سايب بقى المذاكره وقعدت بقى اجيب الكتب واحضر للمشايخ واحفظ القران علشان اعرف ارد بقى على الحاجات دي لنفسي، حتى على الاقل ان انا انجو بنفسي. فبدل ما بقيت اطلع الاول والتاني بقيت اطلع ال200 على الدفعه، بس ما جراش حاجه لان انا انشغلت في حاجات تانيه، واخد بالك، مش مشكله، ما الدفعه اما تبقى 1200 وانا اطلع ال200 برضه مش وحش. لكن طلعت ال200 على الدفعه لكن حافظ القران، طب ما انا احسن ما اطلع الاول على الدفعه ومش حافظ القران. فيعني هم ليهم جميل عليا الوهابيه دول، جزاهم الله عنا خير. يعني هم سبب ان انا حفظت القران، وسبب ان انا دخلت كليه الشريعه، وسبب ان انا دورت على العلماء واقعد معاهم اقرا كتب. لولا دول ما كنتش رحت عملت الشغلانه دي كلها، وعشت طول عمري مسلم زي سائر المسلمين، ايه، معلوماتي بسيطه ولطيفه، وبحب الخير للناس وبحب النبي وماليش دعوه بحاجه، واخد بالك. لكن لا، هم اثاروا شبهات كثيره فكنا عايزين نجاوبها حتى قدام نفسنا. فاهم؟ علشان كده رب ضاره نافع. وعلشان كده بيقول لك ايه، اذا اراد ظهور الحق جعل من خلفه من يعانده ويريد اخماده حتى يكون ذلك سببا للظهور وايضاحه. لانه لما ان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراء صدقه المؤمنون ابتداء من غير بحث ولا سؤال، كما قال ابو بكر رضي الله عنه حين قيل له ان صاحبك ادعى انه عرج به البارحه الى مكان كذا وكذا، عايزين يوقعهم بين سيدنا ابو بكر بن رسول الله، غباوه. فقال او قالها، فقالوا نعم، فقال او قالها، قال كده يعني، فقالوا نعم، فقال الامر كذلك، فلو بقي الامر كذلك لكان الشك يدخل مع بعض المتاخرين من المؤمنين الذين ليست لهم تلك القوه في الايمان. فلما ان اراد الله عز وجل اظهار ذلك حتى لم يبقى، لان مش كل المؤمنين بدرجه سيدنا ابي بكر، فقام ربنا جاب لك الايات والادله بقى ووصف المسجد الاقصى ورفعه عشان يزداد المؤمنين اللي درجتهم متفاوته في الايمان بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لان في بعضهم ارتد. حد سيدنا ابو بكر كان نظره واضح، بيقول ده انا بصدقه في اكتر من كده، ده انا بصدقه وهو قاعد جنبي ان الوحي نزل من فوق 7 سماوات بالقران وهو قاعد جنبي ما فارقنيش، فدي اقوى من دي. فاذا كنت بصدقه في الايمان دي من باب اولى، يبقى عنده ايه، عنده ميزان راجح، سيدنا ابو بكر جاهز على طول، وارتقى لمقام الصديقيه بسبب هذا رضي الله عنه وارضاه. لكن في من المؤمنين اللي ما عندوش هذا النظر الراجح، فربنا اراد ان يجيب ادله عشان يزيل الشبهات حتى من نفوس المؤمن ضعيف الايمان، حتى لم يبقى فيه توهم ولا احتمال، جعل الاعداء سببا للبيان. يقوم يسلط الكفار على النبي علشان ربنا ايه، يخليه يجاوبهم، يقوم المؤمن يسمع يزداد ايمان، يبقى ايه، يبقى تعنت الكفار مع النبي كان سبب زيادة إيمان المؤمنين. فهمت بقى إزاي؟ إن ربي لطيف لما يشاء. لأن بسؤالهم حصل العلم القطعي أن ما رأى عليه السلام في اليقظة لا في المنام، لأنهم سألوا عن جزئيات في بيت المقدس كانوا يعلمونها
وهم يعلمون أنه عليه السلام لم يكن قط دخل بيت المقدس، فلما أن أعلمهم بها تحققوا أنه أسري بي إلى بيت المقدس. لأن النبي في رحلة الشام لما سافر للشام مع عمه وعنده 12 سنة، وفي تجارة ستنا خديجة وعنده 25 سنة، ما تجاوزش بصرة. بصرة دي في الأردن، فهمت؟ إذا كان يبيع في هناك في بصرة التجارة بتاعته ويقعد يريح شوية ويرجع، فما وصلش البيت. وهم عارفين المشركين إن النبي ما دخلش أصلا القدس من الأصل في أي مرحلة من مراحل حياته، فلما وصفوا لهم اتكبسوا. فهمت بقى إزاي؟ لكن لو كان قال لهم ده منام، ما خلاص، طب شوف اللي تشوفه في المنام، مفيش اعتراض. يعني اعتراضهم وتعنتهم مع النبي دل على كانت يقظه. فهمت بقى ازاي؟ فلما ان اعلمهم بما تحققوا انه اسري به الى بيت المقدس، فتصحيح البعض دال على تصحيح الكل وهو باقي الاسراء، فكان ذلك سببا لتقويه ايمان المؤمنين ولمن ختم الله عز وجل له بالسعاده من المشركين، فبان له الحق بتلك الايه فنزع عن شركه وأسلم. ومن هذا القبيل أيضا طلبهم منه عليه السلام انشقاق القمر، ومثل ذلك طلب فرعون من موسى عليه السلام الآية. فرعون قال له إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين. فكان تعنت فرعون سببا لإظهار نبوة سيدنا موسى. فهمت بقى إزاي؟ وكذلك جميع الأنبياء عليهم السلام مع أممهم، هذه عادة أجراها الله تعالى أبدا لهم، يظهر الحق على أيديهم ويوضحه بسبب أعدائهم. وهذا فيما ظهر من حكم العادة الجارية من الله عز وجل، مع أنه عز وجل قادر على إظهار الحق وبيانه من غير منازع فيه ولا متوقف. ونقف عند الوجه 58 غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.